Bonjour. Mon troisième clip, Al-Muqata. Oui, Al-Muqata. Un homme nas li tanhab, tanayid Al-Muqata. اللي غلطوا فيا وما غاطين انا المقاطعه عندي من قديم زمان الحاجه اللي غاليه قدامي ما تنشريهاش ولكن هنا هذا الموضوع اللي حبيت نطرق له هو الحليب الحليب خصنا نشوفوا بشحال تيتقى هذاك الشيء علاش عملت له الدوزيام كليب هضرت عليه وبشحال تيخصو يتباع اول حاجه تنبيعوه ب4 دراهم لترو دي بار فيرم ني تيخرج من البزوله ديال البقره ويدخل الثلاجه تيجي للمستهلك الا جا المزرعه تاخذو ب4 دراهم و20 هادشي اللي كاين ما يبقاش يكذب شي واحد على شي واحد المشكله ديال هذا الحليب الا كنتي قدام المزرعه غادي يعطيك يطرد الحليب ب5 دراهم هاد المربي ولكن عندك شي تاكلو خضر هادشي اللي حبيت نبه الناس عليه علاش عندك تمشي تاكل الخضر لانه كاين ما اي بو ترونسبورتي دي مالادي دي مالادي بحال لا توبيركولوز بحال لا بروسيلوز كي هي اون فيبر سودورو الجيك كي تري ديفيسيل ا سواني ايوا وبحال لي ميكروبات عاديين الوغ هنا فاش غادي ننبه جو فو كونسومي دو لي با ان امبورت كيل بري ا سون جوست بري جو فو كونسومي دو لي de bonne qualité ماشي تكبلي فيه الماء ماشي تزولي الدسم ديالو لا غريس ديالو باش دير بها انت حاجه اخرى الوغ غادي نطرق للباب الاول الباب الاول هو هادوك المحلابات اللي تيبيعوا لك الرايب في كاس شبري بجوج دراهم تنبهوا يا وليداتي هذاك الرايب ماشي مغلي الا حبيتي تمخض الحليب وتخرج منه الزبده واللبن وما ما تيمكنكش تغليه الوغ مخض الحليب ديالك خرج الزبده كلها والبقره مريضه شنو حبيتي نقول لك الوغ لو لي يفو فير اتونسيون يفو كي سوا باستوريزي الا حبيتي تخدم به خصو يكون باستوريزي خصو يكون يو اتش تي الا حبيتي تنزلو ما عندكش الثلاجه دونك كونسومي دو لي بويي مغلي شريتيه غليه ولكن ما غاتصوش به اللبن والزبده ما غادي تصوش به اليوغور تفقنا على هذا الشيء دابا مانتنون غادي ندخلوا للحليب شحال تيتقام على الفلاح البقره تتعطي 10 لتر 15 لتر الا كانت بقره مزيانه تتعمل جوج حتى ثلاثه الملايين هاد البقره حبله هاد المربي هاد الكساب البقرة باش تعطيه هاد 10 لتر و15 لتر كتقام عليه ب40 درهم انا حسبتها بالدرهم وخا العلف 24 درهم لونسيلاج 3 دراهم الربيع ولا التبن 3 دراهم والخدام 10 دراهم الخدام تيمكن له يقابل 10 البقر اللهم الا دخلتي لا ميكانيزاسيون بديتي دير داك المواكن داك الالات هذاك شغل اخر انت الفلاح المغربي المتواضع غادي يربح غادي يبيع 10 لتر حتى 15 لتر غادي يبيع بين 40 و 60 درهم يعني تربح في البقره 10 دراهم الا عنده الزهر الا ما ماتلوش الا ما ماتلاجل الا ما تبطلتش دونك 4 دراهم باش يبيع الحليب ها هو داك ماشي شي حاجه هو ما تربحش هاي رانا ملي غادي نمشي انا نشريه من عند المحلبه ها خطر وخصنا نبوا عليها المواطنين وخصنا نبهو عليها المستهلكين وخصنا نبهو عليها الدولة خص هذاك الحليب يتقلب قبل ما يتستهلك واجب وإلا حبيتي تشري الحليب مأمن خصو يكون له واحد الثمن وي خصو يكون له واحد الثمن ولكن داك الثمن ما خصوش نطلعو نعطيو الحليب في الكارطونة ب7 دراهم إلا كان باستوريزي وب9 دراهم إلا كان يأشتي سنقصو ونتفقو على الثمن المربي والكساب احنا قلنا تيبيعوا ب4 دراهم وبشرط ما يكونش فيه الماء وما يكونش مداوي وما تكونش البقره مريضه متفقين دابا هادوك اللي تيبيعوا ب9 دراهم لا مارج اي تينورم تيدير عباد الله 5 دراهم 5 دراهم لو دوبل ديال باش يتقام داك الحليب هذا هو الموضوع خص على هاد القبال يكون
bien sûr, واحد المراقبه avec la libération des prix, mais il faut qu'il y ait un conseil pour pouvoir décider du vrai prix de vente du lait. Sinon, ça ne va pas marcher. انا تندافع على المستهلك غادي يربح ولكن ما خصش يربح بواحد الصفه مهوله. هادشي اللي حبيت نقول من هاد لو ترويزيام كليب. مي جو في باسي او كاتريام او سانكيام ان شاء الله. على الماء شحال تيتقام، على ليسونس شحال تيتشرا او باغيل شحال تيتباع بتدريجيا. الى تفاهمنا غادي نبقى ماشي تهضر على هذا الموضوع هذا هكذا في هذا الشكل هذا. نقاطع الناس اللي تيعملوا زيادات اللي تيحتكروا لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. الدوله خاصها تدخل فيهم واخا الى ليبراليزي لي بري. خاصها تكون عندها واحد الشوفه. علاش اسيدي الا خشيت الفارينه هذيك فارينه خاصها تغسل افون دو لا مودخ قبل ما تطحن. الا شيت الدراغ خصو تغسل افون قبل ما يتطحن. واش هاد الجوده ديال الطحين مقبوله معقوله؟ واش الثمن ديالو بالنسبه باش تشرى النهار الاول معقول؟ هادو اسئله تيتحطوا على كل شيء. لانه دخلنا في واحد الطور ديال فيسبوك ديال لي ريزو سوسيو. فاش المقاطعه دات الثمار ديالها دات الثمار ديالها. هانتوما غتشوفوا ما غادي يوقفش هذا الموضوع هذا هنا في حد بالي لا في الحليب ولا في ليسونس ولا في الماء. مازال عدد الناس غادي ينوضوا يترقوا على مواضيع ومعاهم الحق. الوغ علاش معاهم الحق؟ لانه خصو ندافع على القوة الشرائية ديالهم وعلى القوة الشرائية حتى انا ديالي. ما نكذبوش على راسنا وندافعوا على المغرب ديالنا ونقولوا عاش المغاربة وعاش المغربيات وعاش المغرب.